اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. قد يرغب الكثير من الأشخاص في تحليل معنى الرسوم وحل الألغاز، لكن المختصين في المجال النفسي يقومون بتحليل ذلك من منظور مختلف، إذ يكشفون في ذلك خفايا الشخصيات وأطباع الناس. لذا تم تصميم هذا الرسم حيث يراه الناس في عدة أشكال، إلا أن النظرة الأولى له تخبرك عن أفكارك التي تشكل عائقاً أمام نجاحك وتقدمك. تابع معي هذا الاختبار لاكتشاف الأسرار. شاهد معي هذه الصورة الآن وأخبرني ما الذي تراه أولاً، ثم تابع معي لنكتشف الفكرة التي تقف عائقاً أمامك لمنعك من الوصول إلى النجاح في الحياة. ما الذي رأيته أولاً؟ هل رأيت الوجه؟ أم أنك رأيت عدة أشخاص؟ أولاً، هل رأيت الوجه؟ نظرتك هذه تكشف عن تفكيرك المتواصل في الخوف من فشل أي أمر تريد أن تقوم به، لذلك لم يحالفك النجاح في بعض الأمور التي مضت، لأن خوفك من الفشل يلاحقك ويسيطر عليك ويجعلك لا تجرؤ على اتخاذ أي قرار هام أو صعب، بل تفضل أن يقرر الناس أي مهمة نيابة عنك كي يحملوا النتائج على عاتقهم فقط، في حين تكون أنت المشاهد السلبي من الخارج. يجب عليك يا عزيزي أن تتحرر من أفكارك هذه، وأن تبدأ بالمبادرة كي لا تجمد نفسك كشخص يصفق للنجاح من بعيد. انسى كل الفشل الذي تعرضت له في السابق وابدأ من جديد في طريق النجاح. ثانياً، هل رأيت ثلاثة أشخاص؟ إذا رأيت الأشخاص الموجودين داخل الرسم فهذا يدل على أنك شخص خائف من نظرة المجتمع له، مما يجعلك تتساءل قبل أن تقوم بأي خطوة حول ما سيكون انطباع الآخرين عنك، بل وتسارع في أخذ الآراء من حولك وتتبع كل ما يقوله الآخرين لك. يعود ذلك إلى محبتك للعيش في أمان يصنعه لك رضا الناس، مما يؤثر على كل خطواتك التي تخطوها، وقد يجعلك هذا تقف في مكانك دون تقدم أو حراك. لذا يجب أن تتحرر من نظرة الناس وتبدأ في الاعتماد على نفسك ونظرتك الخاصة لكل الأمور، لأنك بالطبع قادر على تحديد كل ما يناسبك بشكل شخصي. اكتب لي في التعليقات ما الذي رأيته أنت أولا في الصورة، هل رأيت الوجه أم الأشخاص، وما رأيك بما يقوله علم النفس عن تحليل شخصيتك؟